سلام الله عليكم عزيزاتي، ومرحبا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة بلقائكم مجددا، واتمنى ان يجدكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية، وان تكون جميع احوالكم طيبة ان شاء الله. اليوم وبإذن الله تعالى سأشارك معكم وصفتين رائعتين. هذه الوصفات مجربة ومضمونة، اولا للقضاء على الاسمرار بالوجه ولإزالة جميع البقع سواء كانت ناتجة عن كلف أو آثار حبوب أو حب الشباب أو بقع بنية وسوداء. قبل أن نبدأ بالتعرف على هذه الماسكات أو الخلطات اليوم، أريد أولا أن أرحب بالمشتركات الجديدات على قناتي. أهلا وسهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو، مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لتتوصلوا بكل جديد. طبعا إذا كنتم مهتمين بالمزيد من الخلطات الحصرية والمجربة، وسيشرفني أيضا أن تشتركوا بقناتي الثانية، وهي قناة باللهجة المغربية. هي قناة خاصة بالطبخ وبروتينات الحياة العادية، وهي القناة التي سأبدأ بإنزال وصفات الطبخ الخاصة بشهر رمضان الكريم طوال الشهر المبارك. سأترك لكم رابطها في صندوق الوصف وفي مكان ما هنا على الشاشة. والآن لننتقل عزيزاتي لهذه الخلطات المضمونة لنتعرف على مكوناتها وعلى طريقة التحضير. وأول مكون سنحتاج عزيزاتي بالخلطة الأولى هو مكون متواجد بكل مطبخ، وهو الأرز أو الأرز الأبيض العادي. سنحضر كمية من الأرز وسنقوم بطحنها في مطحنة كهربائية إلى أن تصبح على شكل بودرة بهذا الشكل. وطبعا إذا لم يطحن معكم الأرز جيدا فيمكنكم نخله بواسطة مصفاة صغيرة العيون أو بواسطة فلتر كما تفضلون، لكي نحصل على بودرة نستخدمها في جل الماسكات الخاصة بالتبييض والخلطات الطبيعية. أما الباقي أو الكمية الأخرى الخشنة فيمكن استخدامها كمقشر أسبوعي على بشرة الوجه أو اليدين أو القدمين. فالأرز طبعا وكما نعلم جميعا مبيض ممتاز للبشرة، فهو ينقيها يطهرها كذلك، وهو سر جمال بشرة الأسيويات، كما أنه يغذي البشرة بعمق. سنأخذ منه مقدار ملعقة كبيرة، نضعها في إناء مناسب. وعلى فكرة فهنا الأرز يفتح البشرة بإزالة الخلايا الميتة للجلد، فهو مقشر ممتاز للخلايا الميتة التي تتراكم وتسبب السواد والبقع على وجهك، وهو كذلك صالح لجميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة جدا. نضيف إليها نفس المقدار من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو ما يعرف كذلك بالروب أو اللبن، فهو غني بحمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة أيضا، يزيل منها جميع آثار الإسمرار والبقع البنية، وهو رائع كذلك للكلف بالنسبة للسيدات اللواتي تعانين من هذا المشكل. وسنحتاج أيضا للحليب على شكل بودرة أو أي نوع حليب مجفف لديكم، شرطة أن يكون كامل الدسم إذا كانت بشرتكم عادية أو جافة، أما إذا كانت دهنية فهذا الأمر غير مهم. إذا كما قلت سنضيف الحليب المجفف لهذه المكونات بمقدار ملعقة صغيرة لأنه مبيض ممتاز للبشرة، والكل يعلم فوائد الحليب، فهو مغذي ممتاز زيادة على أنه مصدر للفيتامينات المهمة للبشرة مثل مجموعة فيتامينات بي، وهي فيتامينات تتميز بخصائص التفتيح. الآن سنقوم بدمج هذه المكونات مع بعضها البعض إلى أن نحصل على خلطة بقوام كريمي بعض الشيء. هذا هو القوام المحصل عليه عزيزاتي. الآن سننتقل لنقطة مهمة جدا وهي النقطة الموالية، هي غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ. فالعديد من الأخوات يطبقن الخلطة مباشرة على وجوههن دون غسلها أو فتح المسامات، وهذا الأمر خاطئ بطبيعة الحال، فيجب أولا تنظيف البشرة دائما قبل وضع أي وصفة.
لأنه قد يكون بوجهك آثار مكياج أو غبار أو أوساخ، وكل هذا تقومين بإدخاله مع الخلطة لداخل المسامات ولعمق البشرة، مما يتسبب في حدود حبوب والتهابات، أو ببساطة عكس نتيجة الوصفة. لذلك انتبهوا دائما عزيزتي لهذه المسألة. إذن كما قلت لكم، بعد أن تضعوا هذه الوصفة نتركها لمدة 20 إلى 30 دقيقة، وبعد ذلك نشطف الوجه بالماء الدافئ مجددا لإزالة الخلطة من المسامات وهي مفتوحة. ثم بعد إزالتها بشكل تام، هنا يأتي دور الماء البارد لإغلاق هذه المسامات ولإنعاش بشرة الوجه. نكرر هذه الخلطة عزيزاتي يوميا لمدة 10 أيام، وصدقوني فالنتيجة خيالية، ستصدمين بها. وطبعا النتائج تلاحظ تدريجيا يوما بعد يوم، لكي لا تضطري أبدا لاستخدام مكياج أو مساحيق تجميل لإخفاء عيوب البشرة ولاستمرارها، سواء كان بشهر رمضان الكريم أو بباقي الأيام العادية. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهذه الوصفة فالأمر سهل جدا كذلك. نغطيها ببلاستيك غذائي ثم ندخلها للثلاجة، أو نضعها في علبة زجاجية نغلقها جيدا ونخرجها من الثلاجة قبل استخدامها دائما لتكتسب حرارة المطبخ. وطبعا يمكن أن تجف هذه الخلطة، لأن الأرز والحليب المجفف هي مكونات يمكن أن تمتص الزبادي، فأضيفوا الحليب الدافئ على شكل سائل لتحصلي على خلطة فعالة مركزة مجددا ومضمونة. والآن حبيباتي لننتقل للخلطة الثانية، يمكنكم استخدامها أيضا بالموازاة مع الخلطة الأولى، فليس هنالك أي ضرر بالدمج بينهما شريطة استخدام واحدة فقط باليوم. قبل أن نتعرف على مكونات هذه الخلطة، أتمنى أن تدعموني عزيزاتي بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، لتشجيع على نشر المزيد من الوصفات المضمونة والحصرية. بالخلطة الثانية حبيباتي سنحتاج لمكون الشوفان، وطبعا يمكنكم استخدام أي نوع من الشوفان. بالنسبة للأخوات اللواتي لا تعرفن ما هو الشوفان، فهو يسمى أيضا بالخرطال، ويتواجد في جميع المحلات التجارية على نوعين، إما رقيق أو غليظ، وهنالك أيضا دقيق أو بودرة الشوفان. فاستخدموا أي نوع، قوموا بطحنه إذا كان غير مطحون بطبيعة الحال ليصبح على شكل بودرة. فالشوفان يعمل كمقشر طبيعي للوجه، فعال جدا ويزيل البقع الداكنة والبنية من البشرة، كذلك يعمل على تذويب خلايا الجلد الميتة ليعطي وجهك إشراقة وتوهج، وكذلك البياض الذي نبحث عنه. كثاني مكون سنحتاج لعصير البرتقال، يمكنكم أيضا استخدام عصير الليمون، لكن كما نعلم جميعا عصير الليمون غير مناسب لجميع أنواع البشرة، وإذا لاحظتم فأنا أتفاداه ما أمكن في الخلطات الطبيعية، لأنه يسبب تهيج واحمرار وكذلك حكة بالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة. لذلك عزيزاتي عوضوه بعصير البرتقال. وبالنسبة لصاحبات البشرة الشديدة الحساسية، فأنصحكم بتعويض هذين المكونين بالحليب السائل الكامل الدسم. أنا اليوم سأستخدم عصير البرتقال لأنه غني بفيتامين سي الذي يزيل جميع آثار الإسمرار، فهو مبيض للوجه، يزيل كذلك البقع والكلف والبقع البنية الناتجة عن الحبوب أو عن حب الشباب. أما الثالث وآخر مكون فهو زيت اللوز الحلو، يعمل على تبييض الوجه وتخليصك من البقع، وكذلك يخلصك أو يزيل الخطوط الناتجة عن التقدم في السن سواء كانت دقيقة أو عميقة. الآن لننتقل لطريقة تحضير هذه الوصفة. لدي هنا عزيزتي مقدار ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون، سأضيف إليه عصير البرتقال بالتدريج إلى أن نحصل على خلطة متماسكة بعض الشيء. هذا هو القوام المطلوب،
وانتبهوا لأن الشوفان سيمتص عصير البرتقال بعد قليل. في هذه المرحلة سأضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. الآن سنقوم بدمج العناصر مع بعضها البعض. نطبقها على بشرة نظيفة، نتركها لمدة نصف ساعة، ثم نشطف بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وتكرر 3 إلى 4 مرات بالأسبوع، فهي تعطي نتائج سريعة ومضمونة. وبهذا عزيزاتي نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفات، جربوها بالتأكيد واتركوا لي آراءكم وابتساماتكم بالتعليقات. شاركوها كذلك مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة. أشكركم على متابعتكم ووفائكم الدائم، وأضرب لكم موعد قريب في خلطة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.